هذا السائل محمد مصري ومقيم بالمملكة، يقول: أديت فريضة الحج أنا وزوجتي العام الماضي، وقمنا بأداء جميع المناسك من طواف قدوم وسعي وطواف إفاضة ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بميناء أيام التشريق، ووكلت من قبل زوجتي لرمي الجمرات. ففي يوم العيد رميت الكبرى بسبع حصيات لي وسبع لزوجتي، وفي أيام التشريق رميت الكبرى مرة أخرى بسبع حصيات لي وسبع لزوجتي، وفي ثاني أيام التشريق رميت الوسطى والصغرى كل واحدة منهما بسبع حصيات لي وسبع لزوجتي، أي أن مجموع الحصيات التي رميتها أنا وموكلتي 56 حصات. وعلمت في هذه الأيام بأن ما فعلته ليس صحيح، أفيدوني بذلك؟ هل أعيد حجتي؟ وهل حجتنا صحيحة؟ وهل علينا فدية؟ مأجورين؟ حجتكم صحيحة إن شاء الله، إذا كان لم يحصل إلا ما ذكرته من النقص، وهو الإخلال برمي الجمرات، لأنك بدأت من الوسطى ثم رميت التي بعدها ولم ترمي الصغرى، وتكون قد تركت جمرة من الجمرات الثلاث عنك وعن زوجتك، وفي هذا الفدية، عنك واحدة وعنها واحدة، تذبح فديتين في مكة وتوزعهما على فقراء الحرم جبرانا لهذا الواجب الذي تركته، وتوكيل زوجتك لك إذا كان بسبب عجزها أو الخوف عليها من الزحام حصول الخطر، التوكيل صحيح إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم.